بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤال اليوم 19 من شهر رمضان المبارك. لاحظوا أعزائي، في بعض الأحيان يصاب الإنسان بالضعف ويريد أن يفطر ويمنعه عن ذلك إيمانه بالله سبحانه وتعالى، يقول أنا إلا أكمل الصيام ولكنه ضعيف، هل يكفي الضعف في الإفطار أو لا يكفي؟ سماحة السيد يقول لا يكفي الضعف في جواز الإفطار حتى لو كان الضعف مفرطاً، فلا يكفي الضعف في الإفطار حتى لو كان الضعف مفرطاً إلا أن يكون حرجياً بحد لا يحتمل عادةً، فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك. إذا وصل إلى مرحلة الحرج هنا في هذه الحالة يفطر فيجب عليه القضاء بعد ذلك. وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، كثير من الأحيان بعض الأعمال تشق على الإنسان في نهار شهر رمضان، هسه الخباز مثلاً اللي يشتغل عامل بنا يقول أنا بالنسبة لي لابد لي من العمل ولا أتمكن من ذلك وأنا أعطش أثناء العمل، فهنا في هذه الحالة نقول له تتناول الماء بالمقدار الضرورة، ويجب عليك أن تمسك على الأحوط، أن تمسك عن المقدار الزائد، ثم بعد ذلك تقضي هذا اليوم. إذن إذا كان الضعف يؤدي بك إلى عدم القيام بواجباتك ومسؤولياتك كما هو الآن، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش، فالأحوط لزوما فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة، ثم بعد ذلك يمسك عن المقدار الزائد ويجب عليه قضاء هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ببركة محمد وآل محمد. We'll be right back.